اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم. أهلا ومرحبا بكم شهد الأعزاء من جديد في محورنا الأخير. يظل التواصل بين الجيران والزملاء والأصدقاء من الأمور التي تنعكس إيجابيا على المجتمع وتنشر معاني الأخوة والمحبة الصادقة امتثالا لقيم الدين الحنيف. نتابع هذا التقرير ثم نعود إليكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. للمناسبات الدينية في قطر مظاهرها الخاصة والتي تجسد ارتباط هذا المجتمع بتراثه وهويته المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف. السلام عليكم. السلام. تبادل الزيارات أحد هذه المظاهر حيث يمثل عنصراً أساسياً في الاحتفاء بالعيد. تغص المجالس بالزوار لتبادل التهاني بمناسبة العيد السعيد، فيما يحرص القطريون كذلك على إشراك جيرانهم الوافدين في فرحة العيد من خلال فتح مجالسهم أمامهم لإضفاء البهجة والسرور عليهم. معاذ تعرفت عليه في المدرسة من صف أول إعدادي، تلاقينا في المدرسة، دخلنا مع بعض أنشطة قوة العلاقة بيننا، وأول ما يجيني الميلس نقعد شوي نشرب شاي قهوة نقعد نسولف. اسمي معاذ عبد الحكيم العرادي، ليبي الجنسية من طرابلس، لي أكثر من 10 سنوات في قطر. بعد ثاني يوم العيد نتجمع أنا ومعاذ والشباب ربعنا كلهم، نروح عند أحمد المجلس، بعض الأحيان المجلس واحد ثاني. هكذا يتجسد التواصل وتتعزز الألفة والمحبة، وهكذا تتشكل صورة العيد بخلفياتها المتعددة والتي تلتئم في سياق واحد هو الحفاظ على هوية المجتمع وعاداته وتقاليده الأصيلة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. حياكم الله معنا مشاهدي الكرام من جديد، رجعنا لكم بعد ما شفنا هذا التقرير. العادات والموروث القطري تهتم بالقريب والضيف، كيف نحافظ على هذه العادات؟ وإحنا نقول دائما أول ما يدخل الضيف عندنا يدخل من المطار، وإحنا دائما نقول حق اللي في المطار في الجوازات وفي الجمارك لابد أنتم لكم دور كبير في ترحيب بالضيف، لأن أنتم سفراء وأنتم النقطة الأولى اللي يدش البلاد فيها. كيف أن نحافظ على أيضا هذه الصلة اللي موجودة مهما كانت جنسية تقير ومهما كانت ديانة تقير، لكن دورنا إحنا كمسلمين وأيضا في بلادنا، لأن تعلمنا بأن قطر هي كعبة المدينة. صراحة كرام الضيف ميزة عند الناس كلهم، لكن فرصة أن الإنسان يعود نفسه على الضيافة وإكرام الضيافة في وين؟ في هذه الأيام، أيام العيد. أول من تبدأ فيهم أبدأ في المقيم، هذا اللي ترك أهله، ترك أبنائه، ممكن بعد جايك أعزب، ترى الخير موجود، ترى الخير اليوم الله. اليوم لله الحمد الخير، يعني المجلس اليوم من القدوع، وخاصة ما شاء الله حريمنا ما شاء الله يوم العيد ما شاء الله كل ما طب ولا لا كل ما طاب، ويعني سبحان الله كل شيء غريب. الواحد شيخ أحمد هو يحاول يوصل لهم، ما يقول والله ينتظر ان الناس تجيله، خصوصا المقيمين يعني يستحي انه والله يتصل والله بديك المجلس، وخصوصا ما يعرف العادات ومو متعود انه يروح مثلا مجالس القطر، فانت يكون عندك البادر ان انت تتواصل معه، انت تتصل له، ايش رايك تمر علي الليله، الشباب عندي موجودين، تجيب لك كم واحد. انا اعرف والله كذا مجلس والله، يعني في احد المجالس والله يعني ناس من الاهل بس ما شاء الله عليهم يعني فيهم خير كبير، ان هذا المجلس تدخل أسلم على باكستاني، أسلم على مصري، أسلم على عدة جنسيات سبحان الله موجودة، والقطري موجود، ويصير الحوار ويصير النقاش ويصير وعادة هالقطر والجنسة. يعني اليوم ترى مهما كانت جنسياتنا ومهما كانت الأمور كل أسرة واحدة. نعم صحيح، أسرة واحدة، وهذا الأمر ملاحظ في المسجد. شوف مسجدك اليوم في من كل الجنسيات موجود، وتسلم على هذا وتسلم على هذا، والعيد خاصة أنت لما يجيك سوداني تسوي له سلام عليكم، لما يجيك باكستاني تي وتلمه، حتى هو يرتاح لأنه قاعد أنت تعامله بهويته بقيمته اللي هو يسويها بهذا السلام، تعطيه هذه القيمة. شيخ أنا أقول نعم شيخ أحمد، بس إضافة بس بسيطة لإخواني اللي يمكن ذكروا بالذات، يمكن إحنا اللي ودنا نركز عليهم دائما المقيمين الحديثين، يمكن ما يعرف عادات وتقاليد البلد ذي، فواجه المقيمين القديمين اصبحوا يعني صاروا منهم فينا اللي كلوا معنا 40 يوم، يعني المقيمين الحديثين ليش لما احنا نتكلم عن قد يمكن يشعر بالخجل او مثلا يستحي مثلا انه يروح حتى مثلا حق عليه حتى لا
انا اشد على يده وامسكه وابادر واعوده دائما يا فلان انا والله مجلسي مفتوح ابغيك كل يوم تجيني تمرني نقعد كلنا احنا هني يعني في قطر متعودين ان احنا نكون كلنا اسره واحده. فهو اللي يمكن المسؤوليه على علينا احنا كافراد موجودين في المجتمع القطري وكهالقطر ان كيف ان نعود المقيمين يكونون منا وفينا في مجتمعنا. اخوي سعود ايضا لمة الشباب الموجودين اليوم يعني الان كان كطلاب الجامعه فيهم اكثر جنسيه، عندنا المقيمين الحمد كثر ايضا. هل في التقاءات موجوده مثلا والله نروح المطعم مع بعض او ان احنا اليوم جمعتنا او يوم العيد ثاني ثالث العيد رابع العيد ان يكون في التغدى؟ بعض الشباب انا اعرف انه والله يتجمعون يروحون كتاره مثلا ويتغدون جمعه واحده يعزمهم احد، او ساعات يصيرون قطيه او اي شيء من هذه الامور. بالعكس وانا اعرف شباب بالعكس هم اللي يبادرون وهم اللي يعزمون وهم اللي يدفعون. فبالعكس وهذا ما ذكر الشيخ محمد بن ايان بان هذا الواجب علينا اكرام الضيف. طبعا بالجامعات احنا في العيد او حتى ما بعد العيد احنا نتقابل نتجمع نتواصل مع بعض. اذكر كذا مره رحنا حتى مع الشباب من جنسيات اخرى من جنسيات عربيه من جنسيات اسيويه جبناهم تجمعنا معاهم في مطعم قعدنا حتى يعني كان في سوالف وضحك شيء كان مثل ما تقول بلا طبقات يعني كان الموضوع على البساط الاحمدي وان احنا ماشيين على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم كاسنان المشط يعني ماشيين ان احنا اخوان وكذا ومع بعض يعني مش انه لا انت فلان لا انا بترفع عنك لا طبعا انا اقتري انت كذا انت اقتري انت كذا لا خلاص انت اخوي في النهايه احنا اخوه ما في طبقيه. انت ذكرت من ساعه عن حمله تظهر احترامك وقلت بان هي مبادره جميله من فتيات جميلات ايضا هم اللي جمعوا بعضهم بعض وطلقت قبل رمضان تقريبا باسبوعين او 10 ايام تقريبا هذه الحمله. ايضا في رمضان كان لهم انشطه معينه ايضا كثيره وايضا لهم في سباير كان لهم في خلال رمضان ايضا هذه الحمله. لكن مبادرات الشباب اليوم الشبابيه اليوم اللي موجوده كنا في ملتقى الشبابي اللي كان قبل شهرين قبل شهرين تقريبا كان ايضا ملتقى شبابي. احنا اليوم نبي احنا لو جعلنا ايضا حمله موجوده او جعلنا مبادرات موجوده من الشباب ان احنا نجتمع مع بعض فيها، كيف يكون المبادرات تكون من الشباب؟ مبادرات في عندك مبادرات اللي تخدم المغتربين. كيف ان انت تعاملهم؟ كيف ان انت تحسن لهم؟ اذا انت احسنت له تاكد 100% هو بيرد لك الاحسان. يعني ما جزاء الاحسان الا الاحسان مثله. نعم. فالمبادرات هذه هي اللي تمشي يعني عندك كذا مبادره اظهر احترامك، عندك مبادرات ما نسيناك هم يزورون نفس ما قال الاستاذ احمد هم يزورون الناس. سواء في دريمة سواء يتواصلون معهم سواء عرب قطريين اي حد. وايضا مبادرات اخوي احمد ايضا لتعزيز الهويه اليوم احنا صحيح. اليوم مبادرات احنا اليوم نبي الشباب اليوم اللي موجود اليوم ان يفتخر وان يلتزم بهذا الدين صحيح. يلتزم بهذا الامر. هل هناك مبادرات يعني ايضا؟ شيخ احمد يمكن انا احب اذكر موقفين في هذه النقطه بالذات. بالنسبه للمبادرات الغير مباشره اللي مثلا يقومون فيها الشباب على سبيل المثال مثلا لما كنا نفتح باب التسجيل في التطوع في اليوم الوطني في جامعة قطر كنا نشوف أول الأيام لا أنه والله عدد المقيمين مش كبير بعدين نقول لهم إحنا بيننا وبين بعض يا جماعة الخير حياكم تطوعوا ويانا ادخلوا معنا في هاليوم الوطني. والله العظيم يا شيخ أن في أحد الأخوة ذكر لي كلمة قال لي والله يا أحمد إني أنا شاركت في اليوم الوطني كمتطوع لأني أشعر أن هذه هي بلدي. النقطة الثانية أو المبادرات اللي أشوفها بطريقة مباشرة جميل جدا لما نلاقي إخواننا اللي يدرسون برا في أمريكا أو في الدول الأوروبية في المناسبات الرسمية يكونوا متمسكين بالهوية الوطنية ويلبسون الزي الوطني. في اشاره منهم بافتخارهم بهويتهم الوطنيه وايضا واعتزازهم بموروثهم اللي هم عايشين فيه. فهذه انا اركز على النقطه هذه اللي قال موروث الشيخ احمد. يعني ذكر اخوي احمد من ساعه كلمه جميله في قضيه الموروث ان المجالس قبل كان المجلس نفسه الكبير احنا صغار نكون موجودين في المجلس نتعلم ونستفيد ونسمع لكن الحين
سبحان الله العقول تفاوتت سبحان الله والتكنولوجيا طلعت، فصار في اكثر من مجلس، فصار في، لكن انا الجميل ان انا ان الحين انا اعود عيالي ثقافات. احمد الان بدات ثقافات موجوده اليوم البلد الان اللي انت فيها فيها من الثقافات ما فيها. صحيح. صحيح. يعني هذا ايضا بعد تحدي كبير اليوم علينا ان احنا من هذه الثقافات اللي نشوفها اظهر احترامك، بدات بهذه الحمله بتغيير مفاهيم معينه. لكن انا اقصد شيخ احمد ان احنا نغرس في عيالنا هذا المبدا الجميل، ان قضيه ان انا اعود على الموروث القطري او الموروث الديني اللي عندنا اللي هو قضيه الضيافه وقضيه البس الثوب، ولدي صغير البس الثوب، البس غتر وعقال، اجيبه مجلس اقعده اخليه يتعلم اخليه يسمع اخليه يشوف، هذه لها اثر ترى سبحان الله لما يكبر ويربى على هذه الطريقه لها اثر كبير على نفسيته على رجولته على دينه على ايمانه. لكن لما هو معزول وكله مع الالعاب وكله لين ما يشب ويكبر وما قعدت مجالس الرجال، يعني راح تكون في امور سلبيه سبحان الله. فهذه الاحتكاك بين الصغار بين الكبار لها اثر كبير. في اربع من الشباب القطري في العيد يسوون برنامج لمن؟ للطلاب تقريبا المدارس او طلاب الجامعه مغتربين، تخيل بعيد عن اهله ما يحس بالعيد. هؤلاء الشباب ايش يسوون؟ يتقطون فيما بينهم، يسجلون استراحه، يرتبون برنامج العشاء عليهم اللي هو الضيافه. جميل. الكرم، مسابقات، لعب كرة مع بعض. طبعاً الفئة المستهدفة الأولى اللي هم المقيمين، الفئة الثانية شباب القطري يرسلون رسالة بتشاركون عندنا برنامج حق شباب مثل المدرسة الفلانية أو شباب الجامعة، يجون من باب يعني يشوفون العادات والتقاليد وكرم الضيافة، كان لها أثر فعلاً جميل. ولا شك، بس هي المبادرات اللي نتكلم عنها، وإحنا حلقتنا اليوم يعني ارتئينا أن تكون هذه الحلقة الشبابية اللي موجودة، أن إحنا ودنا اليوم أن يكون لنا دور إيجابي مع التعامل مع المقيمين اللي موجودين في بلادنا، وهم أصبحوا من مقيمين، أصبحوا من نوفينا. صحيح. ما لهم علينا، لكن أيضا إحنا ثقافتنا حتى نقرسها في الناس هذول اللي موجودين، كيف إن إحنا نكون، وأنا قلت في يعني كلامي إن إحنا التزامنا إحنا بثقافتنا وديننا هو رسالة صريحة لهم في ما يتعلق بهذه الأمور. أنا ودي آخذ رسائل وإحنا في أيام العيد، وصايا لشبابنا، وصايا ايضا لجيراننا، وصايا لهالامور. لعل انا بختم فيك، ببدا من احمد وبختم فيك ان شاء الله. نبدا معي اخوي احمد. انا اقول للشباب رساله دائما اوجهها للشباب، تمسكوا بعاداتكم وتقاليدكم، تمسكوا بمفاهيم ديننا الحنيف. الدين بالنهايه المعامله، حببوا الناس بقطر من خلال معاملتكم لهم من باب ديني ومن باب عاداتنا وتقاليدنا، وخاصه احنا في رمضان اللي كنا في رمضان لله الحمد كانت فيها مشاركه كبيره، كانت فعلا حقيقيه. صحيح. بيننا وبين ما بيننا وبينهم فرق، فانا اقول لابد يستمر الخير في رمضان وبعد الان في العيد، وايضا يستمر ليس بس المناسبات، لكن هي المناسبات هي بوابه لنشر هذه الثقافات اللي موجوده بيننا وبين المقيمين. ايضا ابو جاسم اذا كلمه اخيره ايضا. جزاك الله خير. طبعا انا اشد على اخوي احمد موضوع المعامله، هي اللي تعكس شخصيتك، هي تعكس هويتك، هي تعكس دينك، هي تعكس اشياء كثيره. فلما انت تعطيها نوجه رساله حق الشباب، يا جماعه احسنوا معامله الغريب. الغريب في بلادك المفروض انت تكرمه، انت تعزه مثل ما يعز، لان انت في مكانه بتكون مثلا لما تسافر انت اللي بتحتاجه. صديقك الحين يمكن هو يكون مستضيفك بكره، يعني انت تضيفه اليوم هو يستضيفك بكره. سو حق الناس مثل ما تبي تحب يسوون لك لو كنت في بلادهم. بالضبط. كلمه اخيره ابو يوسف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، وبعد في حديث ثاني فليكرم ضيفه. فانا احث يعني اخواني ان احنا الحين ما زلنا في ايام العيد، الحين ما انتهت ايام العيد. فليحسن الى جاره. ايوه. فليحسن الى جاره وليكرم ضيفه. نعم صحيح. فليبادر الحين في هذه الايام قبل لا تنتهي انه يواصل اخواننا المقيمين واخواننا المواطنين، ويتواصل معاهم، يتواصل مع جيرانه قبل لا تنتهي ايام العيد. وكل عام وانتم بخير. كلمه اخيره. انا اختم بقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. والله فرصه ان الواحد يصفي كل ما في قلبه من حقد، من كراهيه، من كل شيء يصفي قلبه، يفتح صفحه جديده لجميع الناس من المواطنين من المقيمين، واللي ما تواصل معه الى الان يتصل عليه يعيد له ويبارك له في العيد. الحقيقة مشاهد الكرام كانت حلقة من برنامجكم عيد الدوحة. أشكر ضيوف الكرام الشيخ محمد بن مليان الدوسري على وجوده معنا.
ايضا الشيخ احمد بن يوسف فخروا على وجوده معنا ايضا، وايضا الشابين الجميلين اللي كانوا معنا سعود بن جاسم الكوالي، شكرا يا ابو جاسم على وجودك معنا، ايضا اخوي احمد بن يوسف الليدوني ايضا على وجوده معنا، وايضا المستقبل ان شاء الله لشبابنا. الشكر موصول لكم الكرام، اقول لكم كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.